تجوزتي عمرك 14 سنة، شو كنت تعملي قبل الزواج؟ ما كنت أعمل شيء. كيف كنت أقضي نهارك؟ مع رفقاتي. وبعد الزواج شو صرت تعملي؟ عادي بالبيت. وبعدك تلعبي مع رفقاتك؟ لا. ليه؟ لأنه فرقت. شو اللي فرق؟ تجوزت. يعني شو يعني لما البنت تتجوز؟ أنه صار عندها مستقبل، صار عندها عائلة وأصحاب. في بس مو مثل قبل. ليه مش مثل قبل؟ لأنه صار في كتير فرق. أنت دغري حبيتي لتوفيق؟ إيه طبعا. قد كان عمرك؟ 14. كنتوا جيران قال لي قبل شوي. إيه. كنت تنقوز عليه على البلكون؟ لا. لكن كيف تعرفت عليه أكتر؟ شافني وصار يبعث لي مع رفيقتي. شو يقول لك؟ تبعت إنه بده يجي لعنا وتبعت أهله وهو بده إياني. كنت بتتمني انك تكوني بالمدرسة، تكوني عم تدرسي، او كنت تتمني فعلا تتجوزي ويصير عندك بيت؟ لا، انا ساعة اللي شفته صرت بدي اياه. يعني هو ساعة اللي تقدم لي حبيت وضلينا مخطوبين سنة. شو يعني زواج بعمر بنت عمرها 13-14 سنة؟ الزواج انه الوحدة تكون اسرة وتهتم ببيتها وبجوزها وتشوف حياتها هي وجوزها مع بعض وأصحابها وألعابها. أصحابي خلص صار عندي زلمة لازم اهتم فيه أكثر من أصحابي. أصحابك مجوزين أو بالمدرسة؟ لا بالمدرسة. بأي صف أصحابك؟ بريفي. بتحبك أنت تكوني معهم بالبريفي هلأ؟ أكيد. وليه تجوزتي؟ لأني بحبه. ريم مساء الخير. ريم بين المدرسة ومحمد نقيت محمد، أنت بين المدرسة وجيلبير. جيلبير بتقوليها بنبض قوي. أكيد. كنت بالكاتريام. إيه. ليه جيلبير؟ لأني حبيته. يوم أنت ولاء لما فتت على بيتك الزوجة، شو كان ناطرك؟ أكل، شغل بالبيت، مساعد أمه، وهيك. مين علمك؟ مرت عمي. انت كنت بتعرفي شو يعني اكل؟ بتعرفي كيف تطبخي؟ بتعرفي كيف؟ لا ما كنت بعرف شيء. لقيتي صعوبات تتعلمي؟ اكيد. قلتي يا ريت برجع على المدرسه وبرجع عن بيت بيي. ايه طبعا. الحياه عن بيت اهلك اسهل؟ ايه اسهل بكثير. من اي ناحيه اسهل؟ من ناحيه المسؤوليه والرجال وهيك، انه عندي حريه. بيت اهلك عندك حريه؟ ايه. شو عامل فيك ليه؟ انه مثلا عندي حرية انه ما في انه شيء شو الممنوع عنده؟ شو الممنوع عن بيت زوجك كنت تعمليه عن بيت اهلك؟ انه زر اصحابي انه البنات ممنوع. كفي علمي، كفي المدرسة، ما خليني. ليه ما خليتها تكفي المدرسة وليد؟ لشو بقى؟ ليه اليوم عندها طموح؟ عم تقول لك تجوزت وهي بعمر صغير، ولكن قالت لك عندها طموح. يعني اصحاب البنات برجع بناقشك عنها بعد شوي، ليه اصحاب البنات ممنوع؟ ولكن علمها هو حق، اليوم كل انسان حقه يتعلم. اليوم زوجتك هي بتقول لك بدها تتعلم، ليه ما بتقول لها تعلم مش تقدر تربي ايضا اولادك وتكون ايضا تقدر تعطي تربيه صالحه لاولادك؟ ما فيها تتعلم هلا لانها حامل هي. هيك. واصحاب البنات ليه ممنوع؟ رح احكي بعد شوي عن الحمل بهالعمر، ولكن اصحاب البنات ليه ممنوع تشوفهم؟ ليه بتفضل ما تشوفهم؟ ما كلهم مثلا. مين قال لك انه لازم الرجال يعطي ممنوعات على زوجته؟ ممنوع تعمل هيك، ممنوع تعمل هيك؟ ان كون بيعرف انه اكثر ما هي بتعرف، وهي بعدها صغيره ما بتعرف مثل ما انا اللي بعرف. قد ايه الفرق بينك وبينها؟ 3 سنين. سنتين يا زلمة أكبر منا مالي. ولا كيف ببلش نهارك؟ بساعد مرت عمي شوي وبكذر شوي أنا وزوجي وبيخلص النهار. وإذا تخنقت مع مرت عمك؟ ما بتخنق أنا وياها أبدا؟ لا. شو عم بيعمل لي أبدا؟ يعني عم بيعمل لي هيك بعيونه. ليه عم تعمل لي هيك؟ لك أبدا. إذا تخانقت مع أمك شو بتعمل؟ ما بتخونه. إذا تخانقوا؟ ما بتخونه. إذا تخانقوا؟ ما بتخونه. بتحبي تلعبي مع أصحابك أو تكوني مع زوجك وليد؟ لا مع جوزة. شو الشيء اللي بتقولي يا ريت اليوم فيني أعمله أنا ومجوزة وما بقى فيي أعمله؟ ما في شيء، لأنه الحمد لله كل شيء وصل لي ومبسوطة.
بتتمني كنت تدرسي تتعلمي؟ اه مزبوط. كنت تتمني هالشي؟ وليه تجوزتي لكين؟ ليه ما قلتي لوليد طول بالك شوية؟ وليد بعدنا صغار، عمري 13 سنة، تعرفت عليك على البحر، خلينا نتعرف على بعض أكثر، أنا بخلص مدرستي وبعدين بنتجوز. ما بعرف، حبيته لأنه ما بقى فيني أقول لا. شو يعني واحد، شو يعني صبية بنت صغيرة عمرها 14 سنة تحب شاب عمره 25 سنة؟ بشو كان يوعدك؟ شو كان يقلك بينك وبينه؟ ما كان يوعدني بشي. بعرف شو هو. كيف عرفتي شو هو؟ هو عرفني عن حاله. اليوم البنات بعمرك بصف الكاتريام هلا، ما بتقولي يا ريت برجع مع بصف الكاتريام؟ بلا اكيد. ليه ما قلتي كاتريام، تروازيام، سكوند، بريمير، ترمينال، جامعه وبعدين بتجوز مع جيلبر؟ اذا بحبك خلي ضلوا ناطرك. وعندها فرصه ترجع تكفي. بعدك عروس جديد. ايه. شو خبروك عن الزواج؟ انه مسؤوليه، انه لازم اهتم بجوزي، لازم انه اعمل كل شيء لازم هو بده اياه، انه اهتم فيه، جيب اللي بدي اياه. لازم تعمل مثل هو اللي بده اياه ام اللي انت بدك اياه؟ لا، انه انا اللي بدي اياه، بس هو كمان عنده انه في كمان يفرض علي اشياء. مثل شو؟ لاني انا مرته. مثلا ممنوع تروحي هون، ممنوع تجي هون. شو الممنوعات اللي بقول لك اياها؟ لحديت هلا ماشي. بعدكم جداد، عرسان جداد. ولا في ممنوعات يا جبير؟ هلا اكيد هي بعمر اسا ما بتعرف تختلط بتعرف العالم كله شو هي. في عندك ناس فيك تمنعها، اوكي انه هيدولي مش منيح، ما يعني يكون عندها اصحاب شباب. اصحاب شباب فيها تكون صاحبي مع الكل، بس كله ضمن حدود، كله بعلمك. كل انسان يعني بتعطيه حقه، ما فيك تحرمها من كل العالم، لانه نحن عايشين مع كل العالم، وانا بعرف شو هي وعندي ثقه فيها. عم تضحك ريم؟ ان شاء الله بتضل كل عمرها تضحك. ريم رحتي خطيفه انت وياه؟ ايه. يعني من وين؟ كيف 14 سنه عمرك تروحي خطيفه؟ هيدي كيف؟ كيف هربتي؟ هربت من البيت. من وين يعني؟ كيف صار؟ اي ساعه هربتي؟ بالليل، شي واحد اثنين. كانوا اهلك نايمين؟ ايه. كيف ضبيت الشنطه؟ لا ايه، كنت ضبطه من قبل. ما حدا حس عليك؟ لا. انتوا عم تظهر الساعه واحدة من بيت اهلك. ايه. ما خفتي؟ ما قلتي وين رايحه؟ بنت صغيره انا. لا. لما بيك بده يوعى الصبح ما قلتي بده ينقاس، بده يخاف، الماما بدها تخاف؟ بلا اكيد، هني بيعرفوا اني بحبه، كانوا بيعرفوا انه انا بحبه. بس ما قبلوا دغري؟ لا ما قبلوا، لاني بعدني صغيره. ما معهم حق؟ يعني لا. شو معهم حق؟ اول شغله انه انا اللي بدي اعيش حياتي مش هني، انه هيدي حياتي انا. بسم الله عليكي، مين معلمك اياهم هيدول؟ ايه انه حياتي انا اللي بدي اعيشها مش هني، وهني كمان بيردوا لي انه كون مبسوطه وكمل حياتي مع اللي بحبه. خبريني كيف هربتي؟ هربت من البيت. كيف؟ رحت طريقه. فتحت الباب فتحت الباب على هذا، بس تركت الباب مفتوح يعني. ما بقدر اخبطه كرمال ما حدا يحس. وكان ناطرك تحت؟ ايه. وين رحتوا؟ وين رحتوا؟ انت خبرني يا جيلبير وين رحتوا؟ اما بدك تقول هي صارت معنا 3 مرات. احمريت كثير يا جيلبير. هي صارت معنا 3 مرات، انا شلفتها 3 مرات، طب الثالثه مش الحال. ثالثه ثابته يعني؟ ثالثه ثابته. بتكون عم بتحرد هالصبايا يعملوا هيك؟ اذا بدهم يعيشوا مع اللي بحبوه مقتنعين، ايه اكيد. بتعرفي كنت ريم بهالعمر، عمر 13 سنه 14 سنة، بتعرفي شو يعني زواج؟ قلتي لي مسؤوليات وتهتم بجوزها وجوزها يهتم فيها ويتشاوروا مع بعض مش يفرض عليها. ايه. ولكن كنت تعرفي انه أكثر من هيك الزواج، زواج هي علاقة أيضا بين رجل وامرأة، هي في علاقة بدها تصير بين رجال ومرته، كنت تعرفي هالأمور، بتعرفي عن كيف بيجيبوا أولاد، بتعرفي عن الصحة الإنجابية، عن يعني اليوم مدارس الدينية ما فيها تربية جنسية، كيف كنت تعرفي هالأمور؟ نحن بنقعد تحت، إنه تحت البيت عندنا بيقعدوا مثلا نسوان واولاد وهيك، بنقعد نتسير.
بيحكوا معك أم كنت تسمعي؟ لا هني بيكونوا عم بيحكوا ببعضهم، بس أنا بكون قاعدة حدهم وعم بسمع. شو سمعتي وضلك مذكرة؟ إنه كيف المرة بتجيب أولاد، كيف المرة مشان ما تجيب أولاد، كيف بدها تهتم بحالك كرمال إنه ما يصير معها شيء بكرة مع الولادة مع شيء. هذا كله كنت تسرق السمع من من إيه؟ من الكبار بالعمر. شو أكتر شيء بتستصعبيه بالزواج؟ مسؤولية. أي مسؤولية؟ يعني عم تعدي لي كلمات تسمعي، ولكن قولي لي أكتر شو مسؤولية؟ إنه مسؤولية الرجال. أنا ما كنت معودة إنه يكون عندي مسؤولية، إنه أنا أهتم بشخص، إنه لبي له كل طلباته. ما كنت معودة هذا الشيء. شو طلباته؟ كل شيء. محمد أنت شو طلباتك؟ طلباتي إنها تقوم بواجبة بس. أنا ما عندي طلبات إنه تزيد عن الحدود، بس تقوم بواجبة والطلب اللي أطلبه مثلاً يتلبى. شو يعني عم تقولي كلمات وكلمات الكبار؟ بدي طلبات تتنفذ. شو طلباتك بدك اياها تتنفذ؟ ترجع على البيت بعد شغلك، شو بدك يكون؟ شو يتنفذ؟ يعني مثل اي زلمه، حمامي جاهز، اكلي جاهز. مش صعب ببنت بعمرك تطبخ؟ بتعرفي تطبخي؟ مين بيعلمك؟ قالت قبل شوي ولا انه حماتها بتعلمها؟ انا حماتي بتعلمني. شو الاكل اللي بحبه؟ كل شيء بحب. ما في شيء مفضل. شو الاكل اللي بحبه توفيق؟ بنين زفمص. شو اللي بحب؟ بيض على بندورة. ما عم بسمع. شو يا بنين؟ بيض على بندورة. هيني هي صعبة؟ لا مش صعبة كتير. وشو الأكل الصعب اللي ما بتعرفي تعمليها بعد؟ ما عندي ولا أكل صعب. بتعملي كل شيء؟ كل شيء. مثل شو بتعرفي تعملي؟ مثل الفاصوليا، الملوخية، هوديك بيان يعني الأكلات، هوديك أهوى من هالأكلات. بطاطا محروقة. نعم؟ بطاطا محروقة. رجل وزوجته مجوزين بحبوا بعض، موضوع الإنجاب عم بتفكروا فيه هلأ أم مؤجل؟ لا مؤجل. ليه مؤجل؟ مؤجل لأنه أنا عشت حياتي، هي من حقها كمان تعيش حياتها، تروح وتجي، فخليها هلأ تشوف الحياة تعيش سنة سنتين ثلاثة وبعدين الله كريم بيعطينا ولد. يلا إن شاء الله إن شاء الله خير جلبير. ولا اليوم بأي شهر أنت حامل؟ شهرين. هيدا أول حبل؟ لا ثالث حبل، مروحة ولدين. صار إجهاض متكرر يعني مرتين. قدرتي تعرفي ليه صار الإجهاض المتكرر؟ عندي مشاكل. قدي كان عمرك لما فقدت الجنين الأول والجنين الثاني؟ 14.5. الحكيم قال لك إنه بهالعمر أفضل البنت إنه يكتمل جسدها قبل ما تفكر بالحبل؟ لا. وليد جلبير قال قبل شوي موضوع الحمل مؤجل، ليه أنت ما قلت إنه أنا بأجل أيضاً شوي موضوع الحمل؟ أول شيء بصير أنا أنضج مادياً وعاطفياً ونفسياً، وبتصير زوجتي أنضج على الصعيد الجسدي والعاطفي والمعنوي أيضاً لا يقدر يصير في إنجاب. لو هي ذاتها لو جابت بيبي يعني هلا ولا بعدين فيها تعيش حياتها يعني ان شاء الله على سلامه يعني. ولا نور انت ايضا حامل باي شهر؟ رابع. عرفتي اذا صبي او بنت؟ بعد ما عرفت. انت شو بدك صبي او بنت؟ بيجي من الله محلي. مبسوطه اكثر او خيفانه وعتلانه هم اكثر؟ لا مش خايفه ابدا، مبسوطه انه بدي يجيني بيبي. شكرا لكم وان شاء الله على سلامه. اذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناه مالك مكتبي الرسميه، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعه على القناه. تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.